قتيل بالفكر والتحليل. آياته كالنور لا ترتضي بمثيل. قد أعجز البلغاء والنص خير دليل. ما رتل الرحمن وأتى به جبريل. أين الذي يرضاه؟ أين العقول؟ أين العقول؟ دكتور عبد الدائم الكحيل أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة، نلاحظ في الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة الوشم. كثير من الشباب يضع على اليد، على القدم، على أجسامهم في الداخل. ما هي خطورة الوشم على صحة الإنسان وعلى طبيعة حياته دكتور؟ سبحان الله، كل مصيبة لابد أن تجد وراءها ملحدون، لأنهم الحقيقة يعني نشروا هذه العادات السيئة وروجوا لها. يعني أنت عندما ترى نجم كبير يتابعه الملايين وضع وشما على يده، فإن هؤلاء الشباب الذين لا يعلمون يتأثرون بذلك ويحاولون أن يقلدوا هذا العمل. لذلك تجد أن هذه العادة السيئة جدا والخطيرة انتشرت في الدول الغربية ولا يلقون أي بال للتحذيرات الطبية. باحث ألماني مؤخرا متخصص بإزالة الوشم، لأن هذا الوشم له مخاطر. المادة التي تحقن في جسم من يطلب هذا الوشم هي مادة لا تختلف عن الدهانات العادية، الطلاء الذي نطلي به الجدران، جدران المنازل. فوجدوا أن هذه المواد تتسرب تحت الأوعية الدموية وتعلق ولا تخرج أبدا، ويمكن أن تحدث خللا في نظام بعض عمل الخلايا مما يؤدي إلى السرطان. إذن هناك علاقة مؤكدة اليوم أثبتها الباحث الألماني بين السرطان وبين الوشم. ولذلك فإن هذا الباحث ماذا ينصح؟ يقول إن أسوأ عادة تعودها الشباب في ألمانيا هي الوشم، وينبغي علينا كأطباء، هو يقول هذا، أن نحذر الشباب من مخاطر هذا الوشم، ونقول لهم إن هذا الوشم هو يؤدي إلى السرطان، وهو مواد خطيرة، هذه المواد خطيرة التي تحقنها في جسدك. وقام بتصوير الأوعية الدموية وكيف تتسرب هذه المواد الدهانية وتعلق بين جدران الخلايا ولا يمكن إزالتها. حتى إنهم استخدموا الليزر وعملية إزالة هذه الأوشام أو هذه المواد عملية مؤلمة، وأحيانا يضطرون للتخدير وغير ذلك، إجراء عمليات جراحية. نعم. وبالتالي فإن هذا الطبيب وغيره أثبت علميا المخاطر الكبيرة جدا لهذا الوشم. كيف نهانا القرآن الكريم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن هذا السلوك دكتور؟ طبعا هنا القرآن الكريم ليس فيه يعني إشارة واضحة إلى هذا الأمر، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال الله في حقه: لتبين للناس ما نزل إليهم. يعني القرآن لا تستطيع أن تستنبط منه كل شيء، لابد من حديث نبوي شريف يبين لك هذا القرآن. نعم. قد تكون هناك إشارات قرآنية للوشم ولكن نحن لم ندركها. ما هو العمل الذي قام به النبي عليه الصلاة والسلام؟ قام بتبيان هذا القرآن وشرحه لنا وقدم لنا هذه النصائح التي تتفق مع العلم الحديث، وكأن النبي يعيش بيننا الآن. النبي إذا أراد أن يحذر من خطورة شيء لا يقول لا تفعلوا هذا الشيء، أو لا يقول يحذر تحذيرا عاديا، بل يقول لعن الله كذا وكذا، ليلفت انتباه السامع إلى خطورة هذا الأمر. من الذي لعنه الله؟ يعني الله إذا لعن إنسان، الله لعن إبليس.
في الماضي. نعم. فإذا ما لعن إنسان فهو من زمرة إبليس، يعني شيء خطير. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله الواشمة والمستوشمة. الواشمة هي التي تفعل الوشم، لعنها الله. نعم. والمستوشمة هي التي تطلب هذا الوشم ويجرى ويطبق عليها الوشم، يعني الاثنان لعنهما الله. لذلك هذا النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الزمن كان الوشم أيضا منتشرا، هو عادة من عادات الشيطان. ما الذي يدعو حبيبنا عليه الصلاة والسلام لو لم يكن رسولا صادقا في دعوته من الله تبارك وتعالى؟ ما الذي يدعوه لأن ينهى عن الوشم وهو يريد الشهرة كما يدعي أولئك الملحدين؟ ما الذي يدعوه لذلك؟ الذي يدعوه أنه رسول الله جاء رحمة للعالمين، وأنه لا ينطق عن الهوى كما قال الله في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم اجعلنا ممن نتبع سنة دكتور قحيل صلى الله عليه وسلم. بارك الله بكم، جزاكم كل خير، بارك الله بكم. هذا هو القرآن قد أنقذ الإنسان على الورى إحسانا بالذكر والدعوات، يا مبصر الأكوان الذكر خير.